الحقيقة التاريخ بيتكلم عن نفسه، واحنا بنتفرج على كل هذه المشاهد المزرية لهذه الجماعة الإرهابية التي دائما ما تحاول اختطاف مصر لصالحها ولصالح مكاسبها السياسية، وتستخدم الدين في ذلك. الوضع لا يتوقف أبدا عند هذه الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية الموجودة في قطر وتركيا من إذاعة فيديوهات مفبركة، أخبار كاذبة، كل هذا لإشاعة البلبلة والفوضى والإضرار بالأمن القومي المصري ومحاولة التشكيك بين الشعب وقيادته. معنا للتعليق في هذا الموضوع الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. أهلا بك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا. طبعا بالتأكيد يعني حضرتك متابع قد إيه هذه الحملات المحمومة للنيل من مصر، من أمن مصر، من استقرار مصر، كل هذه الأخبار الكاذبة، كل هذه الفيديوهات المفبركة حول وجود مظاهرات وهي ليست أصلا موجودة في الواقع، كل هذا أكيد مرتبط بتوقيت ما من وجهة نظر حضرتك، ما هو هذا التوقيت؟ هو طبعا يعني الحقيقه انه خلال الايام اللي فاتت، اليومين الثلاثه اللي فاتوا، كان الامور واضحه والحواجز واضحه جدا بين الحقائق وبين الكذب. يعني كان في المحطات والقنوات زي الجزيره وزي باقي القنوات الاخوانيه في تركيا وغيرها، كانت استخدمت الفيديوهات المفبركه وصور مفبركه وفيديوهات اما قديمه او ان بعضها من بره، وحتى الخلايا الصغيره اللي حاولت انها تتطور او تقدم ده كانت واضح جدا ان هم بيتكلموا في حاجات تخريبيه او غيره. حتى الناس اللي لديهم وجهات نظر مختلفه ابتعدوا عن هذا، يعني حتى احنا في مصر في ناس لها ممكن يبقى لها وجهات نظر اجتماعيه او اقتصاديه وغيره، كانوا حريصين جدا ان هم يعبروا عن رأيهم بشكل واضح سواء على مواقع التواصل أو غيرها، بشكل واضح أنهم بعيدين عن هذا الأمر وأنهم ضد فكرة أنه الناس تنزل وتخرب، أو في نفس الوقت يبقى فيه فيديوهات مزيفة اضطرت بعض هذه القنوات أن هي طبعا تكذب بعد كده، مش خوفا من على مصداقيتها، لكن خوفا من أنه الموضوع كان مفتوح عالميا بشكل كبير. يعني شفنا قناة الجزيرة بتطلع وتقول الفيديوهات كانت مش صحيحة، أصلها اتخذت من سياقها، أصله كانوا بيحتفلوا بالمباراة لكن احنا افتكرنا حاجة تانية. يعني ما هذا الكلام يا أستاذ أكرم؟ يعني مباراة ياخدوها ويركبوا عليها الصوت، وبعدين تم عمل بسرعة فكان مكشوف جدا. فزي ما قلت لحضرتك، هو فكرة إن الحقيقة أنه خلينا نقول أنه الجمهور برغم التأثير الواضح جدا، هي دي معركة سوشيال ميديا في الأساس، وهم عارفين ده، وفضائيات على السوشيال ميديا ما كانتش الحقيقة مش حد بيتابع، واللي بيتابع كان مدرك ده. في الوعي بقى مختلف جدا، ودرجة الوعي لدى كثيرين في الشعب المصري مختلفة، زي ما قلت لك إنه حتى الناس اللي لها وجهة نظر كانت واضحة جدا في إنها تقول إزاي إحنا بنتعامل بهذا الأمر. يعني فكرة النزول نفسه كانت الناس اللي كانوا ضد فكرة التخريب وفكرة انه ينزل ناس تكسر او تحتك بشكل بالامن، بشكل ان هم لدرجة انه اعلنوا انه في ناس ماتوا، وطلع نفس الشخص اللي قالوا انه هو مات طلع قال يا جماعة هذا كاذب وغيره. الفكرة انه درجة يعني بالرغم التأثير الواضح جدا للسوشيال ميديا في ولجان الكترونية انفق عليها خلال هذه الفترة ملايين، وتم الحقيقة كمان الكذب ما كانش بس في الفيديوهات، لأنه هنكتشف أنه بعض هذه القنوات كانت بتسرب أو بتنشر أخبار كاذبة تماما عن انشقاقات وصراعات ومش عارف إيه، كل ده المواقع التواصل كلها مش عارف طائرة فين، أملاك فين، كل ده اتضح أنه كاذب، وأنه بعضه إما مأخوذ من مواقع أجنبية أو مأخوذ زي ما قلنا من مظاهرات قديمة أو احتفالات بفوز نادي الأهلي. ففكرة إنه الوعي النهاردة مختلف، اللي حصل في السنوات اللي فاتت ده بيأكده كمان، إنه حتى الحاجات المحدودة جدا اللي تم تصويرها كان واضح فيها ان هو لديهم رغبه في تخريب وفي خلق نوع من الصدام اللي هو يؤدي في النهايه الى اعاده تسخين او غيره. زي ما قلت لحضرتك حتى على مواقع التواصل بعض الاخبار الكاذبه
تحولت الى حولوها الى نوع يقول الكذبه ويبدا يحلل الكذبه ويبني عليها توقعات وبناء على التوقعات استنتاجات. الفكره هنا انه درجه الوعي العاليه جدا لدى الجمهور النهارده بقت عاليه حتى على مواقع التواصل، برغم انه هذه المواقع بالفعل بتعمل تشويش وبتعمل ارتباك وبتعمل كلام من هذا النوع، وخلال فتره سبقها طبعا منصات كثيره جدا بتنشر كلام ما هوش حقيقي وبلا وثائق وبلا مستندات وبلا غيره، رهانا على انه حد ياخد ده ويبدا يعيد توظيفه ويعيد بناء عليه نتائج، لكن في النهايه الحقائق بتبقى اوضح. واظن انه تجربه اكسترا عندكم كانت واضحه انه الحقيقه ما فيش افضل منها، وانه الشفافيه والحقائق بتبقى اقرب طريق بين نقطتين، لانه يعني تجربه القناه كانت واضحه لما نزلت يقولوا في المكان الفلاني فالكاميرا موجوده فما تروح للمكان اللي قالوا عليه. ايوه ده كلام مهم جدا، لانه الامر ما هوش ما يتمش بيه التجاهل فقط او النفي فقط، لانه احنا ممكن انت تبقى عندك وجهه نظر فانت ايه تقول انا واثق من نفسي فالموضوع كده، لا، هي حرب موجوده فيها اتجاهات مختلفه، فيها جهات مختلفه، فيها اجهزه، فيها انفاق اموال، وبالتالي فانت لا تبقى عندك تبقى جاهز باعلام حقيقي بيناقش القضايا المختلفه، بيناقش وجهات النظر، ممكن حد يبقى عنده وجهه نظر مختلفه فيبقى موجود معايا هذا الشخص احسن ما انا في النهايه اسيبه يبقى نخب لهذه الاشياء. تمام. زي ما انتم عملتوا تجربه كانت تجربه جيده جدا بانه كل مكان يتكلموا فيه او كل حد يقولوا عليه مات فيطلع غيره، اللي يعني خلينا نقول برضو انه في هنا بعض القواعد او الخلايا الصغيره اللي بتحاول توظف هذا الامر وتشارك فيه، وبالتالي فانت ما يبقى عندك استعداداتك تبقى جاهز لده. صحيح. لكن عالميا واعلاميا وفضائيا الحقيقه هم اضطروا يعترفوا بعد انه الميديا العالميه كلها بدات تكتشف ده، وفي نفس الوقت هو اكتشف كم الريبورتات وكم كمان حتى مواقع التواصل النهارده تويتر مثلا لغى ما يقرب من 540 الف تقريبا حساب، اكتشف ان هو واحد بنفس الحساب، واظن انه وكل الحسابات دي اتعملت الحقيقه في سبتمبر، يعني معموله لهدف كل واحد معين، 200 جهاز او 200 حساب يشتغل بيهم بنفس الطريقه وبيكرر، وهو الحقيقه برضه صحيح يعني هم لديهم درجه ما من الغباء ان هم بيعملوا الامر باستعجال، وزي ما يقولوا ايه متآمر وهبل، فبيكشف يعمل الحاجه بسرعه طيب. ويعمل يعمل الحاجات دي بسرعه وباستعجال وبشكل سيء فتظهر ان هي مضروبه، لكن الامر النقطه الرئيسيه في هذا الامر هو انه درجه وعي الناس واضحه، وانه حتى الناس اللي لديهم وجهات نظر مختلفه كانوا حريصين على توضيح هذه وجهه النظر بعيدا عن هذه الهوجه، وده انا رايي انه تطور جيد جدا فيما يتعلق بدرجات الوعي، ربما تساهم فيه بعد ذلك وسائل الاعلام زي ما قلت لحضرتك انه التجربه اللي اتعملت انه يبقى عندك تغطيه واسعه لنفس الاماكن ده بيبقى فاضح للكذب بشكل ما هو ده اللي احنا بنحاول نعمله دائما بس للاسف الوقت دهمنا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الاستاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع.